نبداو بالجمال، احنا حلقة اليوم كلها جمال في جمال. خلينا نحكيو مع الدكتورة دنيا بن جميعة، طبيبة تجميل واختصاص زراعة شعر. اجا نحكيو ساعة قبل الدكتورة، وقتاش نحكيو على زراعة شعر؟ هل الشعرة تتيح تولي وقتها وما عادش تطلع؟ عن لشكون تتوجه زراعة الشعر؟ دونك تتوجه للنساء والرجال اللي عندهم مرض الوراثي للصلع، لوبيسي اندروجينو جينيتيك. نصنفوها بالنسبة للرجال 7 مراحل، دونك من 1 لـ7، وبالنسبة للنساء 3 مراحل. الرجال يحسوا اللي يبداو عندهم شوية فراغات من قدام وإلا فراغ من تالي، من بعد في المرحلة اللي مقدمة أكثر يولي الفراغ من القدام حتى التالي، حتى اللي نخلطوا للمرحلة 7 اللي هو الشعر كامل يفرغ، ما تقعد كان الكوغون التلاني. دونك هذيك ماهيش مربوطة بالهرمونات، ماهيش مربوطة بالهرمونات، معناتها الشعر هذاك ما يتيحش مدى الحياة. دونك في عملية زراعة الشعر كي نقلوا شعر من غادي قدام يقعد الشعر مدى الحياة. وتتوجه زادة قلنا للنساء اللي نصنفوا صلع عندهم 3 مراحل، دونك من 1 حتى 3، تبدا جينيرالمون الصفة الوسطانية تبدا تفرغ حتى لين يبعد بشوية بشوية. هذايا بالنسبة للمرض الوراثي للصلع. تتوجه زادة للعبيد اللي عندهم فراغ شويه في اللحيه نتاعهم، دونك جينيرالمون يبدا هو عمره 18 عام 20 عام وما جاتلوش اللحيه كامله. دم بقع على فما اللي ما عندوش جمله ما تطلعلوش جمله، والا فما اللي عنده دورات فارغين ولا عنده البارتي الوطنيه والبارتي هذه الفوقانيه تبدا ناقصه، دونك يحب يمليها هذيك. البيوت نتاعو التجميلي معناتها باش تولي لا بارب بيان تراسي، خاطر توا على مود اللي لا بارب تبدا بيان فورني، برشا عباد يمشيوا للباربي زاده يتلهوا باللحيه نتاعهم. دونك البغبة اللي تبدا مسطره بالكدا بالكدا. دونك زراعه الشعر تتوجه زاده للنساء ابار اللي عندهم المرض الوراثي للصلع، فما عباد يبدا شعرهم لبس عليه ما عندهمش تساقط في الشعر، اما عندهم جبين نتاعهم طويل دونك يحبوا فوالا الجبهه تبدا عريضه ياسر، دونك يلفول افونسي لا ليني فرونتال، يحب يقدم فيها شويه باش يولي متناسق. على خاطر دكتوره فما الوراثي اللي يبداو هذوما البلايص هذوما الفارغين عند النساء الكل لي جولف فوالا يبداو هذوما فارغين، انا فارغين راهو الحق تعرف هو سورتو بالنسبه للنساء يبدا السطر الوسطاني هو يبدا يفرغ ويبعد، وعندهم شويه لي جولف هذوكم اللي هما كيف ما الرجال معناتها هكاك. دونك النساء والرجال زراعه الشعر، فما زاد زراعه اللحيه، وفما النساء اللي شعرهم لبس عليه اما الحوايج بداو خفيف شويه والا يبدا عندهم الحاجب اما لا كو دو سورسيل تبدا ناقصه، دونك يحبوا يملاو هذاك. دونك جينيرالمون فما قلق، العباد يبداو متقلقين شويه، يبداو ملاليس، فما أماليس اللي هما يحبوا يغطيوه. دونك النتيجة موجودة. شو دنيا انا نعرف اللي انت توا كنت تحكينا فما برشا انواع نتاع زراعه، اسكو التكنيك اللي تستعملها انت للزراعه في اللحيه هي بيدها للحواجب، هي بيدها للجولف، هي بيدها للشعر الكل عند نساء ورجال كيف كيف، ولا لا فما بليزيوغ تكنيك؟ توا في لي ديرني كونغري انا نحضر برشا لي كونغري دو غريف دو شفو بارتو دون لو موند، دونك في لي ديرني كونغري نحكيو على تقنية الافيو هذه معروفة معناتها من قبل اللي هي اقتطاف البصيلات من البارتي التلانية نصروها من قديم. فما دي سو تكنيك تابعين الافيو كيف ما لا تكنيك سافير، لا تكنيك دي ستيلو امبلونتور تشوي، لا تكنيك دي ستيلو امبلونتور كيب. هذيك بالكريستال، هي نوع من السفير اللي هو نعملوا به لوفيرتور دي كانو. هذوما هما لي تكنيك اللي نستعملوهم جينيرالمون في الزراعه، يعني باش تكون لا بيرفيكسيون موجوده في الزراعه. اجا نحكيو على المراحل، احنا سبقنا حكينا على التكنيك، مراحلها اسكو نمشي نعمل دياغنوستيك عند الطبيب، نعمل فيزيتا هو يقول لي فما دي زون مثلا دي زون دونوز ضعيفه، والا فما حالات اللي تستحيل فيهم الزراعه؟ بيان سور، دونك اول حاجه هو الكونسلتاسيون شي لو ميديسان، دونك لازمنا نشوفوا نعملوا ليكزامان كومبلي، نشوفوا فما شي امراض، فما تحاليل تطلب، ومن بعد نعملوا ليكزامان تاع الزون دونوز اللي هو نشوفوه بالديرماتوسكوب، دونك نشوفوه بآله نكبروا بها البلاصه هذيك باش تشوف الشعره، البصيله كيفاش، المحيط اللي داير بها، فما امراض معناتها ما يستحقوش يستحيل فيهم الزراعه، فما امراض اخرين بالدواء معناتها هذاك هو traitement avec un diagnostic l'oligne, c'est très important. بعد كي باش نتعديو il suffit on a posé le diagnostic نتاع la alopecia androgénogénétique le maladie de Wiérafi le sala ou elle
فما فراغات يحب يمليهم عندها، اللحية تبدأ خفيفة شوية ولا الحواجب خفيف لازم نملاوهم وقتها نتعديو لمرحلة الزراعة. دونك الزراعة هي كيف ما قلنا تتمثل في أن نقلوا شعر من البارتي التلانية اللي هي ماهيش مربوطة بالهرمونات، دونك تقعد مدى الحياة، ونقلوها في البارتي القدامية باش تقعد مدى الحياة. دونك احنا نشوفوا لو نومبر دو غريفون باش نعملوا فيها تقريب مثلا سا ديبون كل عبد قداش يستحق، اما نمشيو من 3000 بوصيلة حتى 6000 بوصيلة. على مراحل يعني ما عملتش ما ركبتش برشا، فما اللي يعمل في حصة واحدة وفما اللي قسمها على حصتين كيف ما نقولوا حصة سنة وحصة بعد عام، دونك كل واحد وسا ديبون البلاصة اللي باش نملاوها. دونك نعملوا اقتطاف البوصيلات، من بعد نعملوا لوفيرتور دي كانو، من بعد لامبلونتاسيون. دونك هذا الكل نحب نذكر اللي راهي ما توجعش على خاطر بنج موضعي، دونك بنج موضعي يبدا راسك هو مبنج. ما تعتقوش عليها توجع صحيح؟ اما هو بنج موضعي البلاصه الكل تبدا مبنجه والباسيون يبدا فايق ويحكي ويعمل ديبوز اتو مومون، عنده تيلي يتفرج فيها معناتها في لي سيري لي فيلم، تاخذ شويه وقت معناتها 5 سوايع ابوبخي 6 سوايع. انتو العدد اللي باش تزرعوا فوالا كي تبدا غريف دو سورسيل تاخذ ساعة ونص ما تاخذش برشا وقت، اما كي تبدا زراعة نتاع شعر والبلاصة كبيرة تاخذ حتى 6 سوايع. دونك اما نحب ديما نقول لهم راهو البنج موضعي، دونك الباسيون يبدا مرتاح وما يتقلقش، راهي بنج موضعي تحس كان دقيت له نتاع الابره. دونك تهنيو وطمينو هي ما توجعش به فوالا. احنا حصلنا سي انا جيتك والا لو باسيون جاك وعمل عندك الزراعه، انا قبل ما نجيك يلزمني باش نعرف انا بعد الزراعه قداش باش نرجع، قداش نقعد وقت باش نرجع انا لما في كوتيديان ولا ما في بروفيسيونيل ولا زيد استيتيكمون انا وقتاش نجم نطلع يشوفوني العباد. صحيح، فما لو بوستوب ايميديا وفما لو بوستوب او لونكور. دونك بالنسبه للايميدياتمون بعد العمليه فما شويه حموريه فما دي كروت، هذاك لازم تقرا حسابك نتاع جمعه يقعد حتى لين تتنحى الحموريه ويتنحاو لي كروت. دونك ابري اون سيمين استيتيكمون بارلون تنجم تقابل العباد، اما هي بيسك بونج موضعي لو لوندما اللي يخدم ادوميسيل اللي نجم يخدم على روحه ما فما حتى قلق. اللي هذايا اغلبيه العباد اللي جربوا زراعه الشعر يجيك سؤال والا كالتليفون دكتوره الشعر طاح. الشعر طاح فوالا، دونك في 3 الأشهر الاولانيين عادي راهو الشعر هذاك باش يطيح، اما البصيله تقعد تحت الجلده دونك باش تبدا تطلع بشويه بشويه، معناتها في الشهر الثالث وقتها يبداو لي روبوس. ا 3 موا عندنا 5% دو ريزولتا 5%، ا 4 موا 10%، واحنا ماشيين حتى لين النتيجه النهائيه راهي بعد بعام وقتها عندنا 90-100% من النتيجه. هذاك علاش العباد تبدا عندها ان ايفينمون ولا عندها حاجه تحضر فيها، اللي عنده عرس اللي لازم راهو يبرمج قبل بعام خاطر النتيجه النهائيه بعد بعام باش تظهر، وقتها باش تكون الكثافه مليانه بالكدا بالكدا ووقتها فين باش يظهر الشعر، دونك لازم واحد يبرمج. وبالنسبه لبعد العمليه فما نصائح معناتها نعطيوهم للمرضى باش تلهي بشعره ليامات الاولى، اهم حاجه اللي هو لافاج، لافاج نتاع الشعر. دونك اول لافاج ننصحوا الباسيون انو يجي يعملوا بحذانا باش نوريوه كيفاش يغسل شعره، نحيوا له الفاصمه ونغسلوا له شعره باش ما نحيوش الشعر هذاك المزروع، دونك لازمنا نسيسو. اما راهو في اليوم السابع ولا العاشر حسب التقريب وقتها لي كروت باش يبداو يتيحوا، معناتها القشره اللي دايره بالبصيله باش تبدا تيح بشويه بشويه. هذاك عليه فما ميثود سبيسيال اللي يقعد يغسل بها شعره من نهار الثالث حتى للنهار العاشر باش يتيحوا لي كروت هذوكم، ووقتها ما عادش تقعد معناتها بلاصه ظاهرين يقعدوا كان الشعر قصير مزروع. يعطيك الصحة دكتورة، ما نعرفش البنات شكون عندها سؤال فيكم؟ انا الدكتورة جاوبتني على السؤال نتاعي. انا نتاع التوجع ما شاء الله نتاع التوجع سبا الدكتورة تعمل في لي كونسلتاسيون في الاوفرا وردوا بالكم. لا انا ديجا باسيونت عند الدكتورة. اه ديجا 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 باسيونت. انا ندعي ربي راجلي يطلع سمعها. انا جوست نحكي على العباد اللي سونسيبل شويه ويخافوا من الوجيعه ويخافوا من الابيري، راهي ما تخوفش. اما فما اون تكنيك سبيسيال اللي هي الانستيزي سونز ايغوي بالبريسيون، نعملوا البنج بالبريسيون دونك نقص الوجيعه بالكدي بالكدي وتولي حتى ابره الانستيزي ما يحسهاش. اون سوف خرانا بوغ اتخ بالي بو عادي جتنا في دقه ابره وجع شعري يطلع ماهيش مشكله. لا الرجال شكاعين شويه دونك لازمنا نسيسوهم باش تتعدى العمليه مريحه. يعطيك الصحة دكتورة دنيا بن جميعة، يعطيك ألف صحة على المعلومات هذوما.